الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، طيب، إلى الكلام على كتاب صحيح البخاري. ما زلنا في كتاب الزكاة. قال: باب الرياء في الصدقة. نعوذ بالله. هذا انتزاع، يعني الرياء تعلمون الذي يعمل للممدحة وللمكانة، ما يعمل ابتغاء وجه الله جل في علاه. قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أعتذر لكم أخي محمد، أنا درست الشريعة في الأزهر وسافرت إلى دول أوروبا والحمد لله متدين والحمد لله، ولكن وجدت أن الدين الحقيقي الذي يريده الله إنما هو الدين المعاملة. نعم هذا صحيح. المعاملات من الأهمية بمكان، لأنها تسفر حقيقة عن خلق الإنسان. المعاملات والمواقف تسفر عن حقيقة الإنسان. أنا أجبت يا فيروز، شفاك الله عافاك، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، عليك بالرقية الشرعية، فالحسد موجود والعين حق. نسأل الله أن يعجل لك بالشفاء. صلاتك صحيحة فلا تعيدي، صلاتك صحيحة. باب الرياء في الصدقة، لقوله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا انتزاع، لأنه ليس تصريحا فيش في الرياء، فكأنه قال الرياء أشد من الأذى. الرياء أشد من الأذى، فالأذى يبطل المن، يعني المن يبطل الصدقة، فكيف بالرياء؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى، يعني تركها صلدة، صلدة يعني ملساء، ما عليها شيء. مع ذلك أنه يطبق فيهم قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال صلدة ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد. والطل هو الندى. قوله بالمن، أي المن هو يمن عليه، يعطيه ويقول: أما تذكرت لما فعلت معك كذا وكذا، لما رفعت عنك أذى كذا وكذا، لما كفيتك في طعام وشراب ومأوى. وكيف مقطعة عندما تجد أن يعني من وجدك في ضائقة فأغاثك بحنو ثم من عليك بما فعل، تقطيع. هذا اسمه يعني يغرس الخنجر المسموم في جسدك. لذلك كان يبكي الإنسان ويدعو الله لا يجعل منة لأحد عليه، وأن يجعل منة لله وحده لا شريك له. أرأيت الأنبياء كانوا يبرؤون إلى الله من ذلك: ما أسألكم مالا، قال: ما أسألكم أجرا، ما أسألكم مالا، ما من نبي إلا يقول ذلك لقومه. فالمن والأذى بالانتقاص من الآخذ وإظهار النقص فيه، فهذا يبطل الصدقة، كما تبطل نفقة المنافق الذي يعطي رياء ليهم الناس أنه على الإيمان وعلى الجود والكرم والعطاء، وهو يبطن النفاق في ذلك. وروى الطبري عن عمرو بن حريث قال: إن الرجل يغزو ولا يزني ولا يسرق ولا يغل ولا يرجع بالكفاف، فقيل له: لماذا؟ قال: إن الرجل لا يخرج فإذا أصابه من بلاء الله الذي قد حكم عليه سب ولعن إمامه ولعن ساعة غزا، استغفر الله. وهذه قلة اليقين. وقال: لا أعود غزوة معه أبدا، فهذا عليه وليس له مثل النفق في سبيل الله يتبعها من وأذى. فقد ضرب الله لها مثلا في القرآن: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقوله: فمثله كمثل صفوان عليها تراب. نعم، فمثل النفق كمثل صفوان، هو الحجر الأملس. وحكى قطرب صفوان بكسر الصاد، والمعنى: لم يقدروا على كسبين وقت حاجتهم، ومحق مما ذهب كما محق المطر أو محقت المطر التراب عن الصفا، ولم يوافق في الصفا منبتا، يعني يكون يتركه أملسا كما كان. كما قلنا هذه مثلها مثل قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما ذكره عن ابن عباس في تفسيره: فتركه صلدا. أخرج جرير عن محمد بن سعد: حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن ابن عباس، فذكر التفسير. ومن وجهين آخرين عنه كذلك. وفي رواية: تركها نقية ليس عليها شيء. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث الضحاك: فتركه يابسا خاصيا لا ينبت شيئا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرائي ليس له عند الله من شيء. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري ليس له عند الله نصيب، ليس له عند الله نصيب، ولا
له عند الله مقام ولا مكان. وما أخرجه وما ذكره المصنف عن عكرمة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن روح عن عثمان بن غياث عنه به سواء. وقال غيره: الطل مطر صغير القطر، مطر صغير القطر يدوم. وقال مجاهد فيما حكاه ابن أبي حاتم: الطل الندى، وروي عن جماعات نحو. وهذا الفقه ينتزع من ذلك. البخاري شوف ويعني غائص جدا الإمام البخاري، هو ومن أين الرياء؟ هو تكلم على الذي يؤذي بالمن والأذى فيبطل صدقته، هو أراد أن ينتزع ذلك. قال: إن سقط الأجر بالمن والأذى فلأن يسقط بالرياء من باب أولى. فالرياء مبطل للعمل، ولأن المرائي ينظر في ذلك لغير الله جل في علاه، وهذا يبغضه الله. ولذلك قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا انتوى الممدحة أخذ بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم نعوذ بالله، ومتصدق، ومجاهد. يؤتى بالمجاهد فيقول: ماذا فعلت فيما أنعمت عليك؟ فيقول: جهدت وقتلت فيك حتى تكون كلمة الله هي العليا. قال: كذبت، قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ويزج به في نار جهنم. والمتصدق يقول: تصدقت كسبت المال وأخرجته إرضاء لك. فيقول: كذبت، تصدقت ليقال جواد وقد قيل، ويزج به في نار جهنم. والعالم يقول: تعلمت علم فيك وعلمت فيك، فيقال: كذبت، فعلت ذلك ليقال عالم وقد قيل، يأخذ حظه من الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك المنافق يؤتى بنقيض قصده: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولذلك المنافق يغلق الله القلوب عنه لا يفتحها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، إنما قبول الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني من كانت صدقته لله ورسوله فإن صدقته تكون لله ورسوله، ومن كانت صدقته لممدحة أو لريان أو لمكانة أو لوجاهة فصدقته إلى ما تصدق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فرتب الأجر على ابتغاء وجه الله، رتب الأجر على ابتغاء وجه الله جل في علاه. طيب، الفوائد المستنبطة: التمثيل للتقريب، التمثيل للتقريب كما قال: فتركها صلدة. قال: فمثل كمثل صفوان عليه تراب، من رأى رأى الله به، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، ولا أجر له عند الله جل في علاه إلا بمحض الإخلاص. إثبات القياس، إثبات القياس، انتزاع البخاري يبين لك النظر إلى مسألة القياس والقياس الأولى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.